في الديوانية مرضى كورونا يلتجئون إلى الصيدليات الأهلية بدلاً عن المستشفيات والمراكز الحكومية. ألمانيا تدخل مرحلة الإغلاق شبه الكامل لكبح جماح فيروس كورونا، والجيش يساهم في مكافحة الجائحة. أهلا بكم. دعت حكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء. وأكدت الحكومة أن فيروس كورونا يتفشى بسرعة كبيرة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في الإقليم تعليق الدوام الرسمي في المدارس لمدة شهر ابتداء من اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا بين الطلبة والمدرسين. المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي ذكر أن الدوام الرسمي سيكون إلكترونيا في مدارس الإقليم لطلبة الأول الابتدائي والثالث الإعدادي. في أربيل أعلنت الجهات الصحية ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة إلى أكثر من 1000 إصابة خلال اليومين الماضيين نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. تزايد غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا في أربيل منذ انتشاره قبل أكثر من 9 أشهر، فبحسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة بلغت معدلات الإصابات أكثر من 1000 إصابة خلال اليومين الماضيين في مدينة أربيل بسبب عدم التزام الكثير من المواطنين بالتعليمات الوقائية التي تصدرها غرفة العمليات. ارتفاع هذا العدد الهائل هو عدم التزام الناس المواطنين بالتعليمات الطبية التي تطلع من وزارة الصحة ومن قبل الأطباء، فالناس والمواطنين ما يلتزموا بها أبدا. وإحنا نعرف الماسي أهم شيء للوقاية، فلازم وزارة الصحة والوزارة الداخلية يصدرون قرارات صارمة بهذا الشأن. هذه المرحلة الجديدة والخطيرة من انتشار كورونا كانت السبب لاستحداث إجراءات وقائية شديدة من قبل الحكومة التي لا تتردد في اتخاذ أي إجراء يصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم. بعد إحنا نحتاج إجراءات أكثر أقوى من هذا، لأن الناس تشوفها كلها مصابة بفيروس اللعين، وإذا حكومة ما يتخذ إجراءات قوية ما يقدر يسيطر على الوضع. إجراءات الحكومة بأربيل جيدة جدا. بالنسبة للكمامة هاي مصلحتنا العامة، فنكون أفضل حتى نكون مطمئنين إحنا والحكومة مطمئنة. تعرفون الوباء منتشر. فرض غرامات مالية كبيرة على المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الوقاية الصحية طريقة لجأت إليها خلية الأزمة في إقليم كردستان، لعلها وعسى تقلل من نسبة الإصابة وتنقذ أرواح الكثيرين. للعراقي الإخبارية مزية عبدو، أربي. مع دخول فصل الشتاء تواجه المنظومة الصحية في العراق تحديا بالتزامن مع انتشار وباء كورونا يتمثل بتشابه أعراض الإصابة بالفيروس مع نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، مما يسبب إرباكا وتخوفا من تصاعد عدد الإصابات. في وقت أكدت وزارة الصحة عدم التزام أغلب المواطنين بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي. وزارة الصحة تؤكد أن البلاد قد تشهد تصاعداً ملموساً بعدد الإصابات مع دخول فصل الشتاء والتأثر بحالات الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، مشددة على ضرورة الاستمرار بإجراءات الوقاية الصحية في جميع مجالات الحياة وعدم الإفراط في رفع القيود لمواجهة وباء كورونا. الآن نسب الوفاة هي من الأقل عالمياً، لكن لحد الآن وبكل صراحة لا نلاحظ الالتزام المطلوب من قبل المواطن بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. مع الأسف لحد الآن النسبة الأكبر من المواطنين وبشكل غريب يعني لا يلتزمون بهذه التعليمات. ما ننسى أنه نحن دخلنا في فصل الشتاء، وتعرف حضرتك الإنفلونزا الموسمية المعروفة باللهجة العراقية الدارجة النشلة تزداد احتمالية الإصابة بها في المناخ البارد، وهذا يسبب إرباكا وتداخلا مع أعراض فيروس كورونا المستجد، لأن تعرف حضرتك الأعراض متشابهة إلى حد بعيد خصوصا في المراحل الأولى. عودة الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والتعليمية وبقية الدوائر الحكومية
تتطلب إجراءات صحية خاصة تتلائم وحجم التحديات الصحية التي قد تؤثر على عمل هذه الدوائر، في ظل تأكيدات بضرورة العمل وفق توصيات وزارة الصحة للحيلولة دون الإصابة. الحياة لازم تستمر بما فيها يعني عمل جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا أيضا إلى خصوصية هذه السنة، لأنه إحنا الآن نعيش بظل هذه الجائحة. أعتقد الالتزام بيعني الإرشادات بالتعليمات يسهم كثيرا يعني بالحفاظ على حياة يعني أبنائنا الطلبة وتقل حتى أيضا الإصابات. وتؤكد وزارة الصحة أن إجراءاتها الاحترازية الصارمة ستبقى حاضرة لمواجهة أي مستجدات صحية لوباء كورونا، خصوصا مع دخول فصل الشتاء وازدياد انتشار فيروسات البرد والإنفلونزا. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، جددت الملكات الطبية في محافظة ميسان دعوة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس. قلق وترقب ينتاب المؤسسات الصحية والمراكز والمستشفيات الخاصة بحجر وعلاج المصابين بفيروس كورونا، في ظل استمرار تحذيرات منظمة الصحة العالمية بظهور موجة ثانية قد تكون أشد فتكا وعدوى من الأولى. في ميسان تعالت الأصوات مطالبة الجهات الصحية والرقابية بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة حملات التوعية والتثقيف وحث المواطن على الالتزام بالإرشادات الصحية. قناتكم قناة العراقية، أوجه دعوة إلى أهالي ميسان الكرام الالتزام بالإرشادات الصحية وعدم الاستهانة في هذا المرض الخطير والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. كذلك أوجه دعوة للجهات المعنية بتكثيف العمل الإعلامي. كورونا قاعد تنعاد، فأريد من العالم هاي مساعدة، شي يحسبونها نريد توعية. مسؤولو الصحة في المحافظة تحدثوا عن استمرار حملات التوعية والتثقيف وتوزيع البوسترات التعريفية بالمرض في جميع المناطق، مشيرين إلى أن الحملات الأخيرة استهدفت المدارس والجامعات وأماكن العبادة في خطوة لرفع مستوى التوعية الذي انخفض كثيرا في الآونة الأخيرة. قضية التوعية صارت قضية عامة، احنا جايين تشوفون يعني البوسترات اللي قاعد تتبناها دائرة صحة ميسان انتشرت حتى بالجوامع، خطباء الجمعة، المساجد، الحسينيات، كل الأماكن اللي بيها تجمعات قاعد يصير بيها تثقيف وتأكيد على عدم المخالطة. وسجل الموقف الوبائي اليومي في ميسان انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن تبقى مسألة التوعية والتثقيف من العوامل المهمة في الحد من تفشي الوباء. سيل بديري، العراقية الإخبارية، ميسان. ينضم إلينا الآن من محافظة ميسان مراسل العراقية الإخبارية حسين البديري. حسين، أهلا بك. لو تضعنا في صورة موقف الوبائي في المحافظة، وهل هناك ارتفاع بعدد الإصابات؟ نعم، تحية طيبة لجميع الزملاء في استوديوهات الأخبار في بغداد. لو تحدثنا قليلا عن التحذيرات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية حول وجود موجة فيروسية جديدة ستضرب البلاد، فيما والدعوة نعم حسين، نعم حسين، هل تسمعني؟ شكرا للزميل حسين البديري من محافظة ميسان. يبدو أن هناك خللا فنيا في الصورة، ونستمر معكم في قراءة نشرتنا الإخبارية. بدلا من المستشفيات والمراكز الصحية، يلجأ بعض المواطنين في الديوانية إلى الصيدلات الأهلية لتلقي علاجات كورونا دون وصفة طبيب، الأمر الذي يشكل خطرا على حياتهم. تشهد الصيدليات الأهلية في الديوانية إقبالا من قبل المصابين بفيروس كورونا، إذ أنهم يشترون الأدوية والعلاجات دون استشارة طبية، والتي تعتبر مخالفة صحية، إذ أن البعض قد لا يكون مصابا بالفيروس والبعض الآخر لديه أمراض مزمنة.
الأمر الذي يهدد حياة المواطنين بخطر الموت. خذ علاج من الصيدلية، وهذا الخطأ الشاسع عندنا بالديوانية. أغلب الناس تجي قبل على الصيدلية تأخذ وتروح، وما يعرفون شنو هذا، يعني هذا المرض خطير كلش. ياخذ علاج وهو مو للمرض اللي بيه، يعني اللي هذا يراجع الطبيب، استشارة الطبيب هي الأصح. اجتهادات شخصية يقوم بها بعض المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، فيقومون بأخذ أنواع مختلفة من الأدوية على أنها علاج لفيروس كورونا، رغم تأكيد الصحة العالمية بعدم اكتشاف علاج حتى الآن، وكل هذا يجري بغياب الرقابة الصحية. هم ما حد يجون للصيدلية يقول لهم اعطوني علاج كذا وكذا وكذا، هم ما يعرفون، وهاي سلبيات علي من على المواطن، يعني ما يعرف نفسه شنو ما شنو هو، غير المفروض يراجع دكتور اخصائي. الذهاب الى الصيدليات من اجل اخذ الانتيبايوتيك اللي هي الكلافوران او المسبورين او الازيثرومايسين كعلاجات حمايه، لكن هي بحد ذاتها هاي مو علاجات، لانه منظمه الصحه العالميه ما اقترحت هاي كعلاجات، هذه مجرد حمايه ضد الفيروسات لا اكثر ولا اقل. مراجعه مرضى الكورونا الى الصيدليات الاهليه لشراء الادويه والعلاجات الطبيه دون استشاره طبيب اختصاصه قد يعرض حياتهم للخطر ويكون سببا بانتشار الفيروس بين المواطنين. أمين محمد الهلالي، العراقية الإخبارية، الديوانية. مزيد ينضم معنا من محافظة الديوانية الدكتور سلمان الركابي، معاون مدير صحة المحافظة. دكتور أهلا بك. في المحافظة، ما هو سبب لجوء مرضى كورونا إلى الصيدليات الأهلية دون المستشفيات؟ تحية طيبة أخي الكريم لك ولكادر إذاعتك الكريمة ولكل الأخوة المشاهدين. طبعا أكو ظاهرة أحس يعني ظهرت في ليس في محافظة الديوانية فقط، ولكن في العراق بشكل عام، أنه المواطنين بسبب تشابه أعراض كوفيد 19 أعراض المرض مع الإنفلونزا العادية، فهم يقصدون الصيدليات ويقصدون يعني الناس الغير مختصين. عدم مراجعة الطبيب المختص راح يخلي المواطن يذهب إلى الصيدلية لحالة ويطلب أدوية مختلفة، طبعا هذه بها هواية مشاكل وأعراض. المشاكل تأتي أنه هذه الأدوية قد تكون لها أعراض خطيرة على المريض، وقد يكون المريض غير مصاب بهذا المرض. الأعراض قد تكون آنية أو قد تكون بعيدة المدى. الأعراض الآنية أنه بعض هذه الأدوية عندما تزرق وريديا قد تسبب اضطراب في نبض القلب، وقد تؤدي أيضا إلى توقف القلب مفاجئ وانخفاض ضغط الدم، وأعراض آنية خطيرة جدا، خاصة الأدوية اللي تنطي عن طريق الوريد. الأعراض البعيدة المدى اللي نلاحظها على المرضى اللي يأخذون الأدوية بدون استشارة طبية وبدون ما يرجعون الطبيب المختص، تكون عندهم مثلا ارتفاع في السكر بسبب يأخذون المواد الستيرويد وغيرها، ارتفاع في ضغط الدم، قد يتعرضون الى مشاكل تجلط وحدوث جلطات في يعني في اجسامهم، واعراض خطيره اخرى. يجب ان تكون الادويه التي يتناولها المريض تحت الرعايه الطبيه، وخاصه لمرضى دكتور سلمان. فننصح اهلنا دكتور سلمان، يعني هل توجد رقابه على هذه الصيدليات التي تصرف وصفات طبيه دون استشاره طبيب؟ أكيد إحنا فرقنا التفتيشية مستمرة في حالة مستمرة في التفتيش على الصيدليات الأهلية والمتاخر الأهلية، وهنالك عدة صيدليات تم غلقها ومعاقبتها، ولكن النقطة الأساس في هذا الموضوع هو وعي المواطن. يجب أن يتحلى المواطن بوعي تام، أنه إذا بدأ يحس بأي أعراض، الأعراض المعروفة للكوفيد 19 اللي إحنا دائما نكرر بوسائل الإعلام، أن يراجع الطبيب المختص وأن يحصل علاجه ورعايته الطبية بطبيبه المختص، ولا يلجأ إلى طرق أخرى لعلاج نفسه، لأنه قد يسبب ضرر على حياته وحياة عائلته. نعم. وبالتالي يكون هناك انتشار ويعني أعراض سلبية كثيرة. نعم دكتور سلمان. نعم. الركابي، معاون مدير صحة الديوانية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3259 إصابة جديدة بكورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 حالة. وأضافت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 866 حالة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 82600.